بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي: الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسجل في العراق ليوم السبت 4 تموز 2020. ابقوا وياي. وزارة الصحة العراقية نشرت في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم فحص 9516 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 589377. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 2334 إصابة موزعة كالتالي: الرصافة 357، الكرخ 393، مدينة الطب 44، النجف الأشرف 247، السليمانية 143، أربيل 39، دهوك 5، كربلاء 114، كركوك 61، ديالة 28، واسط 221، بابل 78، البصرة 110، ميسان 105، الديوانية 127، ذي قار 132، الأنبار 7، وصلاح الدين 98، والمثنى 25. أما حالات الشفاء فوصلت إلى 1477 حالة، في الرصافة 339، في الكرخ 418، النجف 64، السليمانية 47، أربيل 41، كركوك 27، كربلاء 35، ديالة 37، البصرة 46، ميسان 53، بابل 20، ذي قار 182 حالة شفاء، والديوانية 112، والمثنى 24، ونينوى 32، والأنبار لم تسجل ولا حالة شفاء. أما الوفيات فهي 106 حالات، في الرصافة 14، الكرخ 11، مدينة الطب 5، النجف 4، سليمانية 8، كربلاء 2، كركوك 7، ديالة 3، واسط 4، البصرة 10، ميسان 3، بابل 1، الديوانية 7، ذي قار 22، المثنى 1، صلاح الدين 4. أما مجموع الإصابات فوصل إلى 58354، مجموع الوفيات 2371، مجموع حالات الشفاء 31077. أما مجموع الحالات النشطة الفعلية الآن الموجودة في الحجر أو العزل أو بالإنعاش فهو 24907 في عموم البلاد. هذا المؤشر يبين أن عدد الإصابات صعودها ونزولها، الوضع لحد الآن ما بيتحسن من ناحية عدد الإصابات الكلي اليومي. أما عدد الوفيات فأيضا لا زال عالي جدا، أكثر من 100 إصابة. وأما عدد حالات الشفاء فلا زال أيضا مو بالمستوى المطلوب، لكن اليوم 1477 نوعا ما أحسن من بعض الأيام الماضية. نسبة الوفيات من مجموع الإصابات 4%، ونسبة حالات الشفاء 53%، ونسبة الحالات النشطة 43%. أما عدد الإصابات الكلي حول العالم فوصل إلى 11,227,373، مجموع الوفيات 529,000، مجموع حالات الشفاء 6,669,000. أما أكثر الدول تسجيلا للإصابات فأمريكا لا زالت هي الأعلى 1,891,000، ثم البرازيل 1,545,000، ثم روسيا 674,000، الهند، إسبانيا، البيرو، تشيلي، المملكة المتحدة، المكسيك، إيطاليا، إيران، باكستان، المملكة العربية السعودية، تركيا، ألمانيا، جنوب أفريقيا، فرنسا، بنغلاديش، كولومبيا، كندا، قطر، الصين، أرجنتين، مصر، السويد. أما العراق فلا زال في المرتبة 30 حول العالم من ناحية عدد الإصابات. هذا كل اللي عندي. بقى خبر أخير، وهو أنه من باكر رح يرفع حظر التجوال ويصير تجوال جزئي فقط في محافظة الأنبار، بعد أن كان الحظر شامل للأيام السابقة والأشهر السابقة كليتها. تمنياتي من الجميع الالتزام بالوقاية ولبس الكمامة والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية، وتمنياتي أيضا للجميع بالصحة والسلامة، والسلام عليكم.